الحقيقة حسب المعلومات التي حصلت عليها من مقربين بأن يعني حال التصميم برئاسة النائب عامر الحائز سيكون ضمن الكتلة الأكبر، وهم حقيقة قريبون للانضمام إلى هذه الكتلة، والتي ستعلن طبعا يوم السبت في انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك لأن الكتلة أعلن سابقا بأنها لن تكون جزءا من المعارضة وستذهب مع الكتلة الأكبر. هناك حديث حقيقة على هذا الموضوع يعني يدور في الأوساط الشعبية وأيضا السياسية في البصرة بأن حزب التصميم هو الأقرب تقريبا للانضمام إلى الكتلة الأكبر، وبالتحديد يعني الكتلة التي أعلنتها الكتلة الصدرية التي ستخوض يعني سيخوض مرشحها يعني الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي ستكون حزب التصميم ضمن هذه الكتلة حسب ما ورد إلي من معلومات. لكن يعني هنالك حديث ايضا بالمقابل انه الكتله الصدريه لا تزال تعمل على استحواذ على مناصب المحافظين في تقريبا اغلب المحافظات، ومحافظه البصره طبعا العين عليها كما يعني تعرفون بانها مدينه كبيره وثريه وايضا فيها كثير من المنافذ الاجتماعيه والسياسيه والثقافيه، وبالتحديد يعني ستكون هذه ايضا هي يعني من دواعي ان تطالب بها الكتله الصدريه. لكن هنالك حقيقة مراوغات ومناورات ما بين تصميم وهذه الكتلة من أجل أن ألقى على منصب محافظ الذي كما تعلمون بأن محافظ البصرة أسعد الحداني قد تنازل على مقعده البرلماني من أجل ضمان بقائه كمحافظة لمحافظة البصرة.